FM. الكلمة ليك. توا باش يمشيو لها 7 سبتمبر يعملوا لقاء جاي، ومن 7 سبتمبر شو هذا الحوار الخماسي خلينا نقول، لأن فيه رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر محمد الناصر، ورئيس حكومة ورئيس جمهورية واتحاد الأعراف واتحاد العمال. من جهة أخرى اتحاد الأعراف يلزم يبعد كذلك على الصورة، على خاطر حسينا أن اتحاد الأعراف بقدر ما مدام وداد بوشماوي في العامين الأخرانيين خذت زمام الأمور في يدها وبدات تحسن وتحسنت حتى على مستوى الاتصال والأداء بقدر ما بعد رقدوا كومبليتمون، ما نحسوش وكأنهم هما معنيين بقضايا التنمية والاستثمار والتسديد. كان ما تروح كان على الدولة، الدولة عندها قطاع العام ده كله، لكن الدولة احنا في تونس توا تعمل في عمان ما تلقاها ما تعملها حتى دولة، الدولة تجمع لك في الحليب. يا سيدي في فرنسا والمانيا يقولوا الدولة ما تعملش، الدولة تبني باراج، الدولة تعمل طرقات، الدولة تعمل دي جرون بروجي انوفون، الدولة تخلق لك باغ اكزومبل كيما نحكيو البارح تعمل لك الفراكتور المالية الجديدة تحاول تنظر ضدها وتعمل لك مشاريع وطرود لا كوميونيكاسيون وحاجة هكا. أما الدولة مش تجمع الحليب وتتلهى بالحكايات الفارغة هذه. الدولة هي شنية أساسا؟ زيادة على رجال الأعمال، كذلك المؤسسات الصغرى والوسطى. كان ناخذ تجربة كيما تجربة ناجحة نتاع أردوغان في بلاده اقتصاديا واجتماعيا على الأقل في سنوات العشر الأخرانية، توا بدات ثم أزمة. باش نجح أردوغان؟ أردوغان رغم أنه كان ماير نتاع مدينة اسطنبول، معناها ليس مدينة اسطنبول، دور ظهره للبرجوازي اسطنبوليوت ومشى تحالف مع شكون؟ مشى تحالف مع المؤسسة الصغرى والوسطى نتاع الأناضول، وهي اللي بلاد تركيا الحديثة. شو عملت مدام بوشماوي لهذا؟ ما عملتش حاجه كبيره. وين رجال الاعمال في هذا؟ ما ثماش حاجه كبيره. ثم منظمه اخرى اسمها كونكت قاعده تتحرك، لكنها زاد هي نفسها محتشمه الى حد كبير. بن كيران في المغرب، عبد الله بن كيران، احنا اليوم كل هذا سيدي اذا بالحاج اذا بالحاج اللي هو مستشار امبارح هذا نحكي انا وياه، قال لي نهار جاء بن كيران قال لي جيتو فيه باش نقعد بحذاه. قال التفت بن كيران قالوا بالله فهمني انتم الاسلاميين ما بين الفلان الوحيدين ما زلتوا شادين تاع العرب، كيفاش شديتوا؟ قالوا حاجتين، اولا ما تسميش جماعه، خلي جماعه الاداره لي غران كوميد ديتا خليهم، جماعه الاداره كبير خليهم. بيان سور هو في المغرب ما نجمش يمسخ جماعه الاداره جماعه المخزن تاع الملك، كان يمسوا يقسموا في زوج ما يلحمش الملك المغرب كي تمثلوا جماعته المخزن ما يتمثل. قالوا ثاني حاجه ما تسميش جماعتك، ما تسميش جماعتك، خلي يغضب عليك جماعتك ما يغضبش عليك الشعب. يعني احنا توا الهم الوحيد شنو؟ الاتحاد يحب يحط جماعته. اي شكون حط الاتحاد؟ شكون الوزير حط الاتحاد؟ وزير شؤون اجتماعي من اكبر الوزراء الفاشلين في الحكومه، تسمع فيه انت اليوم باعي؟ والو تسمع كان يجي يقول ها هذا باش يصلحوا. احكي لي واحد قال لي كان عندنا انترونور يلعبوا في الكوره، قال لي كل مره يقول هاي يا جماعه قبل الماتش يدخل الفاستير عندنا خطه جهنميه باش نطبقوها اليوم وسريه ما يحكي لي حد. قولوا لي شنو؟ ما خليهمش يملكوا لنا بنتوات، هذه الخطه نتاعو ما خليش حظ بوغو ان ايفيدونس ايفيدونس. معناها كيما كنا صغار نعملوا جول متر ونجي نتمدى انا في ثلاثة. دوك اليوم واتحاد الشغل هذا حد جماعته حاب يطلبه، والنداء حد جماعته حاب يطلبه، والنهضة جماعته، وبداوا يختلفوا في الدولة، وكذلك التنمية المحلية، الجهات الجهات اللوكال اللي هو أهم حاجة. التنمية المحلية وين؟ ما ثماش والو، ما ثماش. دوك اليوم بكل صراحة يلزم كان ثم بوني دان نحطوه المسؤولين السياسيين كل ام بوني هكا، عرفت كنا صغار لبسوا بوني واثنين طويل هكا ويدون الحيط ونشدوا لهم فهمتني واحده افتلاسيه بيان سور عصا افتلاسيه بتاع زيتون، كل ما يصير يدور الحيط الناس كل اوبيكي هز ساقيك هز يديك فهمتني. كيفاه ما استوعبتوش درس من تاريخ تونس المعاصر؟ واليوم البلاد ما تمشيش بين الساقين، بالله محلاها. انا عندي 4 ولادي ونحضر في روحي كان حين ربي باش نفرح ونعمل العوده المدرسيه. يديوسي قداش تكلف العوده المدرسيه باش يمشي طفل سكولا صغير يلزم زملين واحد صغير فهمني. ولا يجيني شو عمل لي يقول لي لا العوده المدرسيه باش تكون ملغمه، هذا يدل على فشل كبير. وبالتالي اليوم اللوفات اللي تلقاو درس مهم. يعني حتى كي ناجي جلول عمل شهر المدرسه الاسد الاخوي بيقول لك شهر المدرسه هو في ذهن ناجي جلول فقط، يعني حتى بيان سور كلهم انا جلول ما ثماش واحد منهم خير من الاخر. يتقاسمون نفس الفشل، عندهم لا سوليداريتي دو ديفيت. الكلمة ليك.